بداية اليوم الدامي من ريف دير الزور، حيث اتهم ناشطون قوات النظام بارتكاب مجزرة في مدينة السور راح ضحيتها أكثر من 15 شخصا وعدد من النساء والشيوخ قضوا تحت الأنقاض بسبب صعوبة انتشالهم جراء الدمار الواسع الذي خلفه قصف الطائرات الحربية على المنطقة، كما سجل قصف بالصواريخ من الطيران على أحياء الحميدية والشيخ ياسين وتواصل القصف على البوكمال حيث يزدر الدمار واشتعال الحرائق. وفي ريف دمشق أفاد ناشطون أن مجموعات من كتائب الثوار وبالتنسيق الكامل بينها دمرت تدميرا تاما حواجز لجيش النظام عند الجسر الخامس على طريق المطار الدولي وحاجز طريق الغوط الرئيسي وعددا من النقاط الأمنية. ابتحار تنسيقية الثورة السورية أفاد بتجدد إطلاق الرصاص الكثيف وبشكل عشوائي على المباني المتواجدة على أطراف مدينة معظمية الشام وبلدة عرتوز من قبل قوات النظام. شبكة الشام الإخبارية قالت إن قصفا عنيفا بالدبابات والهاونات استهدف أحياء الحجر الأسود والقدم والعسالي جنوب دمشق تزامنا مع اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام الذي يحاول اقتحام المنطقة. شبكة الشام الإخبارية قالت إن قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة ومدافع الهاون استهدف منذ الصباح أحياء الخالدية وجرت الشياح بحمص ومدن الرستن وتلبيسي والقصير بريف حمص. الشبكة ذكرت من ريف حماة أن قصفا من الطيران الحربي استهدف بلدة قسطون بسهل الغاب ورمايات بالرشاشات الثقيلة على مدينة كفر زيتا وبلدات الأربعين والزكاة والجبين. شبكة الشام أفادت عن اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام في أحياء حلب الغربية من حي الكلاسي إلى سيف الدولة. وفي ريف حلب تستهدف بلدات قبتان الجبل وحريتان والصفيرة لقصف عنيف من الطيران الحربي. درعا بدورها كانت هدفا لاقتحام جيش النظام حي المطار بدرع المحطة وشن حملات دهم للمنازل واعتقالات. أما في الريف فسجلت شبكة الشام وقوع انفجار داخل قاعدة الدفاع الجوي الواقعة بين بلدتي كحيل والطيبي إثر تفجير مخزن الأسلحة بداخل القاعدة على يد منشقين. وفي إدلب قصف مدفعي عنيف بالهاونات على بلدة أحسم بجبل الزاوية. رمز المصري العربية.